كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا مزيانين وناشطين وفرحانين وان شاء الله كما كلكم كتمناو. اليوم خرجت انا وراجلي اليوم يعني من مده طويله عاد يلا قدرنا نخرجوا انا وراجلي بجوج بلا ياسمينة ونتغداو حويجات يعني غير من هنايا من ايرلينتون يعني غير قريب لنا، لانه دائما كتكون معنا ياسمينة كنكونوا يعني مبرزطين معاها ولا يعني كنمشي انا بوحدي ولا هو بوحدو، يعني ما كناش كنجمعو بجوج يعني انتم عارفين مع الظروف ديال الخدمه والقرايه وكل شيء يعني ما كنقدروش. المهم اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال التقاديات، هذه اللي هي صغيره من المحلات ديال اللي كاينين في ايرلينتون، يعني شويه ديال الخضرات واللبان وهذا. ومن بعد غادي نوري من سميتو من ايسلاند اليوم، حيت كان عندنا واحد ديسكونت ومشينا درنا واحد تقضيه يعني نوعا ما كبيره، لانه نورمالمون ديك كنمشي نشري شويه بشويه لانه قريب ليا وراجلي خدام فيه يعني كل نهار كيمشي، ولكن اليوم يعني فضلت نمشي وندير لكم بره كبيره ويجيبوها لنا حتى للدار. المهم باش ما نطولش عليكم، هادو حوايج اللي هما عاديين. المهم هادي راه بغيت نشاركها معكم، ما بغيتش نحلها حتى نشاركها معكم. هادي الحلوه اللي كنا كناكلوها في اسبانيا ديال الدليع، وصراحه ملي شفتها هنايا عجبتني ونفس المذاق. المهم غنحليهاش دابا بالله، يمكن ما كتعرفوا البروتوكول اللي كاين دابا، يعني خاصنا ضروري نغسلوهم لان كثر هادو الحوايج الناس كيهزوهم بيديهم فيقدر يكون فيهم اي حاجه. وانا ما مديك نغسلهم كثر، نغسلهم الحوايج غير بالماء. اليوم صراحه كنغسل الحوايج بالماء، والاول نشليهم بالماء ومن بعد ندير لهم الخل. عندي الخل الابيض صراحه لانه رخيص ماشي شي حاجه اخرى، فدائما كنغسل الخضره ديالي كما قلت لكم بالخل الابيض. الاول كنغسلهم بالماء نشللهم، من بعد كنديرهم في بسيمة ديال الكوزينه ونكب فيهم الخل، نكثر يعني الخل مادام رخيص يعني ماشي غالي، كنخليهم واحد شويه عاد كنشللهم عاد نخليهم ينشفوا ونرجعهم للثلاجه. المهم هنايا غير بغيت نوريكم يعني التقضيه كيفاش دايره عندنا هنايا. هنايا يعني هادشي هذا اللي كنشريها انا ما كتباعش بالكيلو، كلشي يعني بالحبه، يعني كيقول لك مثلا اربعه الحبات مثلا الفلفل اربعه الحبات بوان بان بحال هكا. كاين بعض المرات كيكون ما عرفتش رخيص وبعض المرات كيكون شويه غالي. الفاكي مثلا داك الاخر شارون كيقولوا له فهو ثلاثه بوان بان. المهم انا بغيت نشارك معكم واحد الحاجه، بانه عندي هنايا هذا الاخر مصبوغ بحال بالحنه، لانه كنت خارجه انا وصاحبتي ومشينا عند واحد التركي، قالت لي كما حدا دايرين الصباغه بالحنه وهي صباغه، فقلت انا راه نمشي نجربوها، قلت لها اجي ناخذوها نجربوها في رجلينا باش ما تبانش. وانا بالاخر ديالي نسيت ودرتها في صبعي، دابا راه شهر هادي وصبعي مبنتر وما كنرضاش نوري، كنحشم نوري في الفيديوهات ولا حتى شي حاجه وما بغاش تمشي. هذه واحد التجربه درتها، يعني بغيت ندير صباغه حلال زعما ما كاين لا حلال لا والو، يعني غير حنه عاديه ماشي شي حاجه. المهم هذه هنايا في البلاستيكه ديالها، ولكن واخا هكاك يعني كلشي غادي نغسلو ما غاديش نديرو لان فيها تقيبات وماشي. هانتم تشوفوا البرانيه، صراحه انا البرانيه ماشي شي حاجه اللي كنستعملها دائما دائما، ولكن اليوم شريتها باش غندير زعلوف من بعد غنشاركو معاكم، لانه راجلي دايما كيهضر لي عليه فقلت له اوكي راه غادي نحاول نصاوبه. المهم هادشي اللي خديت. المهم المطيشه هنا هادو اللي كنشري عليهم كيديروا لها خمسه بوان بان، انا شريت جوج مغات لان نتوما عارفه مع السلطه وكلشي كنستعملها، اما الطيب راه ما كنستعملش هاد المطيشه. هادي فلفل 4 باوند، هادي 3 بوان باوند، تفاح 4 نو 5 بوان باوند، هادي اليوم لقيتها رخيصه 2 بوان باوند، نورمالمون ديك كتكون شويه اكثر. مؤخرا يعني غلات، في الاولى كانت رخيصه مؤخرا غلات، يعني ملي بابا ياكلوها لي بنتي وراجلي غلات، حيت في الاول ما كانش كيخو صراحه. انا راه حتى داك اتاي ديال المغرب انا عمري ما شربته، شربته ملي كنت صغيره يعني ما كنعقلش ما عرفاش كي داير. انا كنشرب داك اتاي اللي كتباع في اسبانيا. دابا هذا جابو راجلي المره اللي فاتت وعجبني، هذا كما قلت لكم راه ماشي بحال ديالنا، هذا ربما تركيش ولا ايراني ولا. ومن بعد البان البرا سبقتي وريت لكم فيديوهات اخرين. اليوم مشيت شريت هذا كما شرحت لكم من قبل،
لانه هنايا كاين ثلاثه بحال هكا، ديروا هكا شويه. هنايا كاين هادو ثلاثه، هذا حامض، هذا حامض عيش نقص منه شويه، وهذا نقص على هذا شويه، يعني على حسب نتوما شنو كتبغيو. كتبغيو اللبن يكون حامض هو هذا، هذا رجلي كيشرب غير هذا، هذا ما كيشربش هذا كثر، هذا كيقول لك هذا راه ماشي حتى شي حاجه، ماشي لبن. هذا نقص في الحموضه على هذا وزيد على هذا في الحموضه، المهم باش هكا باش ندير لكم الصوره. اللبن انا كنشري من بوليش، هادي شحال دايم ما دايرينش فيه الثمن، بداو 90 بداو 80، رخيص بزاف بزاف اللبن. يعني حيت انا وقع لي واحد القصه مع اللبن، يعني بكيت عليه بزاف بزاف بزاف، نتوما عارفين فوقاش تقدر المراه تبكي. بغيت اللبن واحد اللحظه، بغيت اللبن من السما ولا من الارض يتحط لي اللبن، بغيتو. ما كنتش عارفه بانه كيتباع في بوليش شوب، وحنايا عرفتو ارديتهم فيهم بزاف، وبقيت كنحاول ندير اللبن، ما خليت ما درت، وحتى دزت هذاك الشيء عاد واحد المره الله يكثر خيرها جابت لي واحد شويه ديال اللبن، ومن بعد هي اللي وراتني هادو. ديك الساعه كنمشي نشري لها جزيها في الخير، يعني ديك الساعه صافي دائما اللبن عندي في الدار. هاد الطحين هذا جربته في رمضان اللي داز وكان زوين، درت به مسمن، درت به كلشي. هاد المره شريته باش ندير شويه ديال الحلوه، وغادي من بعد نوريكم نشارك معكم الحلوه ان شاء الله ملي نديرها. المهم غندير غير شي حاجه ديال الدواج اتاي وصافي. بما انني ذكرت بانه ما عنديش حلوه في الدار حاليا، مشيت شريت هادو، كنت شريتهم المره اللي دازت غير بوان باوند، واحد الفروتيريه كاينه عندنا هنايا، وعجبوني صراحه، عجبو بنتي عجبو راجلي، وهادو هادو راجلي هو اللي كيعجبهم. وكيف ما دائما كتعرفوا راجلي حتى كيقرا الحاجه عاد كيشريها، يعني الا ما كانش سويتابل فور فيجيتاريان ما غاديش نكثر عليكم بزاف، حيت راه الفيديو وصل القانون ديالو. تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نوريكم التقديه ديال ايسلاند اللي ان شاء الله غادي نحاول يكون من بعد هذا الفيديو، لانه شحال من مره كنقول لكم الفيديو الجاي كتوقع لي شي مشكل في التليفون، كيمشي لي الفيديو وما كنحطوش، كنعتذر على هادشي هذا، ولكن راكم نتوما عارفين ساعات لله. وغادي نمشي نغسل هادشي هذا كما قلت لكم، البروتوكول ديال الماكله في وقت ديال هاد الوباء هذا، ونتلاقى في الفيديو الجاي. يلا بسلام عليكم، وكما دائما كنقول لكم الا عجبكم الفيديو ديال الفيديوهات ديالي ما تنساوش ديروا لايك وكومنت. ما عجبكمش الفيديوهات ديالي نفس الشيء، عندكم الحق باش تقولوا لي، يعني تخلوا لي كومنت تنبهوني على الاخطاء اللي كندير، ولا حقكم ديروا ديسلايك وما تقولوا حتى شي حاجه، دائما عندكم حريه التعبير. يلا بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.